ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. نكمل مع بعض الكورس بتاع اللين سيكس سيجما وايت بيلت. واحنا خلصنا المره اللي فاتت الجزء بتاع السيجما ليفل، وان شاء الله النهارده هناخد جزء جديد، ويا ريت تكونوا عملتوا التاسك المطلوبه، يعني اللي هي حساب السيجما ليفل كل واحد في مجال عمله، عشان نقدر نصححها ان شاء الله. وهتتسلم اقصى ميعاد يوم الاحد، يعني يوم الاحد ان شاء الله اقصى ميعاد للامتحان والتاسك عشان نبص عليه. طيب النهارده ان شاء الله هناخد حاجه جديده عندنا في الجزء بتاع السيكس سيجما، اللي هي السيفن كيو سي تولز. السيفن كيو سي تولز ديت تعتبر سبعه ادوات المنظمات بتستخدمها لانتهاج الاسلوب العلمي المنظم. والعصر بتاعنا الحديث لجأ الى ادوات اداريه واحصائيه لنجاح عمله، فعملوا حاجه بتساعدهم في الاداره وبتحقق الاهداف المرجوه لتحديد اكثر كفاءه وفعاليه في العمل المطلوب، الا وهو الادوات الجوده السب. وهي ديت تعتبر يعني هندرسها النهارده كده، يعني ايه حاجات بسيطه طبعا، لان ادوات الجوده السبعه ديت بتدرس في الكورس بتاع اليلو باستفاضه شويه. وهنشوف السبع ادوات دول عباره عن ايه واشكالهم ايه. وزي ما قلنا المنظمات كده، كل الناس معايا اونلاين؟ نبتدي ان شاء الله. كل الناس دخلت معايا اونلاين؟ والمنظمات ديت بتساعد في مراقبه وضمان الجوده وتحسين وتطوير الاداء، ويكون الحكم هو العميل. يعني انا عندي الريفرنس عندي العميل زي ما اتفقنا، من خلال منظوره للجودة وتحقيق توقعاته ومدى رضائه على المنتج أو الخدمة. هنشوف الـ 7 QC Tools مع بعض عبارة عن إيه. أول أداة عندنا من الأدوات السبعة الـ Process Flow Diagram، وفي بعض الكتب بيقولوا عليها الـ Process Flow Chart. دي أول أداة. الأداة الثانية الشيك شيت. الأداة الثالثة الهيستوجرام. الأداة الرابعة باريتو دايجرام. الأداة الخامسة الكوز أند إفكت دايجرام أو الفيش بون دايجرام أو الشكاوى دايجرام. يعني الكوز أند إفكت دايجرام بيبقى ليه ثلاث مسميات في الكتب. كتب بتقول عليه الكوز اند افكت دايجرام، وكتب بتقول الفيش بون دايجرام او الشكاوى دايجرام. طبعا الشكاوى ده اللي هو نسبه الى العالم اللي اخترع الفيش بون او الكوز اند افكت دايجرام. الاداه الخامسه او السادسه السكاتر دايجرام، والاداه السابعه الكنترول شارتس. يبقى هم دول السبع ادوات المستخدمه في الكيو سي تولز او ضبط الجوده، البروسيس فلو شارت او البروسيس فلو دايجرام والشيك شيت والهيستوجرام والباريتو دايجرام والكوز اند افكت دايجرام والسكاتر دايجرام والكنترول شارتس. اول اداه عندنا اللي هو مخطط ايشيكاوا، نسبة للعالم الياباني كارلو إيشيكاوا الذي قام بتطوير هذه التقنية عام 43، اللي هو اللي قدام حضراتكم في الصورة ده، وبنسميه مخطط السبب والأثر اللي هو الكوز أند إفكت دايجرام، أو شكل عظمة السمكة اللي هو الفيش بون دايجرام. طبعا سموه عظمة السمكة لأنه شكله المخطط بيشبه عظمة السمكة. المخطط دوت بيربط بين الأسباب
الفاعله والاثار الناتجه على شكل عظمه السمكه، حيث يمثل الهيكل العظمي كل الاسباب المحتمله تاثير اللي هي اللي شايفينها قدام حضراتكم هنا دي، كل ده اللي هو الهيكل العظمي. بكتب هنا الاسباب وبكتب هنا ايه كل عنصر عندي، والسهم الصغير دوت اللي هي الاسباب الفرعيه المتكونه من السبب الرئيسي لكل عنصر. وتمثل الراس اللي هي هنا المشكله اللي انا بحللها او الاثر، اي العلاقه بين نتائج العمليه ما والاسباب المؤثره على العمليه. يبقى الفيش بون دياجرام بينقسم الى حاجتين، الاسباب والنتيجه. النتيجه اللي هي بتبقى المشكله الرئيسيه في راس السمكه، دي اللي بسميها راس السمكه، والاسباب بتبقى في العظم بتاع السمكه، بتتكون من عناصر رئيسيه وعناصر فرعيه مكونه من العنصر الرئيسي. طيب دي اول اداه اللي هو الفيش بون دياجرام او الشيكاوا دياجرام او الكوز اند افكت دياجرام. الاداه الثانيه اللي هو تحليل باريتو. يقول مبدا باريتو ان 80% من النتائج سببها 20% من الاسباب، ويعرف هذا المبدا ايضا بقاعده ال 20-80، وسمي هذا المبدا على اسم عالم الاقتصاد الايطالي فليرفلو باريتو اللي قدام حضراتكم في الصوره ده. الذي لاحظ باريتو ده لاحظ ايه؟ ان 80% من الثروه في ايطاليا يملكها 20% من السكان. يعني 80% من الناس الاغنياء في ايطاليا بيمتلكوا اللي بيمتلكوا الثروه ديت 20% من السكان، عشان كده سموها قاعده ال 20-80. فمن خلال هذا التحليل يمكن ترتيب المشاكل ترتيبا تنازليا من الاكثر حدوثا الى الاقل، اي حسب اهميتها وتكرار حدوثها. ازاي الكلام ده؟ هنشوفه. ان خريطة باريتو يمكن للفريق العامل على تحديد اهم المشاكل وابلغها اثرا، وبالتالي التركيز على حلها اولا. يعني هي بتقسم المشاكل لنوعين. النوع الاول، لو الناس بقى تكتب معايا عشان دي مش موجودة في الباوربوينت، النوع الاول اللي انا واقف عليه بالماوس دوت اللي انا بسميه الفايتال فيو او القلة الحيوية. الفايتال فيو اللي هو القلة الحيوية، والتريفيال ميني اللي انا واقف عليها بالماوس اللي هي المنطقة ديت اللي هي الكسرة التافهة. يبقى انا بركز على الفايتال فيو اللي هي القلة المهمة، واللي انا بحددها من خلال ال 20-80. هاجي عند ال 80% واخد خط راسي كده، هيتقاطع مع هذا الكيرف وانزل بخط عمودي. هي دي المنطقه اللي هنا دي اللي هي على اليمين، بنسميها الكسره التافهه او التريفيال ميني. والجزء اللي هو على الشمال اللي هو اللي واقف عليه بالماوس دوت اللي انا هركز عليه، او اللي هو الاكثر حيويه، او اللي هو العوامل اللي انا او العيوب اللي انا هركز في حلها الاول، اللي انا بسميها الفايتال فيو او القله المهمه. القله اللي انا هركز عليها اللي هي بما يقدر من 20% هتحل لي من 80% من العيوب. ده بالنسبه لخريطه باريتو. النوع الثالث التوزيعات التكرارية اللي هي الهيستوجرام، هو تمثيل بياني للبيانات وعرضها بصورة تعبر عن مدى الانحراف عن المواصفات المطلوبة لدراسة جودة مخرجاتها أو اكتشاف عيوبها. الحكم
على جودة المخرجات وأداء العملية طبعا مقارنة بالمواصفة المحددة من طرف العميل، اللي هي بتبقى في الكونتراكت أو بتبقى في السبيسيفيكيشن اللي هي مع العملية أو المشروع اللي بيتقدم للمؤسسة أو الشركة. ويمكن استخدامها لفهم عملية معقدة من أجل إيجاد العلاقات والترابط بين الأحداث والحصول على فكرة موجزة. بيبقى شكل الهيستوجرام زي ما حضراتكم كده شايفين. بيصنف البيانات مجمعة إلى عدة فئات وحسب تكرارها، ومنه يمكن استخلاص معلومات ومؤشرات مهمة عن جودة المنتج أو الخدمة مثل القيمة المتوسطة للبيانات ومقدار الاختلافات في البيانات وتشكل. بيقسم كده منجات وأعمدة. طبعاً أكيد شفتوا المنظر ده قبل كده كتير. ده بالنسبة للهيستوجرام أو التوزيع التكراري. يعني التوزيع التكراري ده اللي قدام حضراتكم عبارة عن يعني زي ما تقول فئة سنية أو فئة عمرية. الفئة العمرية الأولانية من 10 ل 13 سنة. كام واحد؟ 3. الفئة العمرية اللي بعديها من 14 ل 17 سنة. في الفئة ديت 7 أشخاص. طب الفئة من 18 ل 21 9 أشخاص. الفئة من 22 ل 25 6. هو بيحلل مجموعة من الأعمار المعينة وبيحددها في أعمدة زي ما حضراتكم شايفين كده. خرائط المراقبة أو خرائط شيوارت. والتر شيوارت ده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده وسميناه أبي الإحصاء، وعالم فيزيائي ومهندس وإحصائي أمريكي يلقب بأبي المراقبة الإحصائية للجودة. هو ده اللي اخترع علم الإحصاء في الجودة، واخترع السيفنج كيو سي تولز والخرائط المراقبة، وكان ليه الفضل الكبير في عملية الستاتيستيكال بروسيس كنترول، وتعتبر خرائط المراقبة هي الأساس الرئيسي والأفضل لرصد الأداء والمراقبة الإحصائية للعمليات، بحيث يمكن من خلالها إجراء تحليل إحصائي مستمر للتغيرات في العملية لمراقبة وضبط جودة المنتج أو الخدمة وتحسين أداء العملية. طب شكلها إيه؟ أدي هي الكنترول شارتس، عبارة عن رسم بياني بيبين التغيرات والانحرافات التي تحدث في خصائص جودة العملية مع الزمن. يعني أنا هنا بيبقى عندي الخط الأحمر اللي فوق ده اللي هو الحد الأقصى للعملية، والحد الأدنى للعملية، وطبعا المين او السنتر لاين اللي هو في النص ده اللي هو اللي العمليه بيبقى بتمشي من عليه. طيب امتى العمليه دي بتبقى ناجحه او فيها مشاكل او فيها عيوب؟ لو اي عينه من دول عدت الحد الاقصى او عدت الحد الادنى بتقول ان العينه الفلانيه دي فيها مشكله، لو عدت الحد الأقصى أو عدت الحد الأدنى. أنا عندي مجموعة من العينات بعمل لها الخريطة بتاعت الكنترول شارت وأشوف العملية ماشية سموز ما بين الحد الأقصى والحد الأدنى، يعني البروسيس اللي عندي ديت أكسبت ما فيهاش مشكلة، والعينات اللي جوه البروسيس ديت كلها شغالة وأبروفل بالنسبة لي. ليه؟ لأن مفيش عينة من دول عدت الحد الأقصى أو نزلت عن الحد الأدنى، كلها ما بين الحد الأقصى والحد الأدنى. يمكن من خلالها التميز بين التغيرات الطبيعية التي تعود إلى الأسباب العامة الكامنة في العملية وبين التغيرات التي تعود إلى أسباب محددة. من خلالها يمكن تحديد فيما إذا كانت العملية أهي اللي أنا بقول عليه تقع تحت المراقبة الإحصائية أو خارج المراقبة الإحصائية.
لو تحت المراقبه الاحصائيه او خارج المراقبه الاحصائيه يبقى هي تسير تحت عوامل اخرى تؤثر سلبا على جوده المنتج او الخدمه المقدمه الى العميل. الاداه الخمسه عندنا اللي هو السكاتر دياجرام او مخطط التبعثر او الانتشار. هو مخطط بياني مبعثر يحلل بيانات العمليات بحيث يمكن من خلالها البحث عن علاقه محتمله بين متغيرين. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا عندي متغيرين وزن وطول مثلا، مساحه وعدد، اي متغيرين اكس واي اي وبي برسم لهم العلاقه ما بينهم، وبنقول ان العلاقه ديت اذا كانت قويه او الكوريشن بيبقى معامل ارتباط قوي او ضعيف او متوسط من خلال السكاتر دايجرام. ويعتبر من ادوات تحسين الجوده المتوفره لدى فريق التحسين العمليات، واهم استعمالات هذا المخطط في مجال الجوده والبحث والكشف عن علاقه السبب والنتيجه بين متغيرين. يعني مخطط التبعثر او الانتشار ما ينفعش يبقى ما بين 3 أو 4 متغيرات، لازم يبقى ما بين متغيرين فقط. وشكله كده، ادي متغير بي وايه، وبنرسم النقط اللي هي اكس وواي، وبنشوف النقط دي اذا كانت قريبه من الخط اللي قدام حضراتكم ده يبقى معامل ارتباط النقطه دي قوي. طب لو بعيد يبقى معامل الارتباط ضعيف. طب لو قريب من الخط يبقى معامل الارتباط متوسط. كلما اقتربت النقطه من الخط الفاصل اللي هو موجود قدام حضراتكم ده اللي احنا بنسميه الريجريشن لاين، كلما زاد معامل الارتباط ما بين النقط وبعضها. وتوضيح نوع العلاقه بين المتغيرين ومعرفه قوه الارتباط بينهما. قوه الارتباط بينهما بحيث النقطه دي بعيده يبقى دي معامل او قوه الارتباط ضعيفه. طب لو النقطه دي قريبه يبقى متوسطه. طب لو على الخط تبقى قوه الارتباط او معامل الارتباط قوي. وتستخدم في تصميم وتوثيق العمليات او البرامج البسيطه، وتساعد على تصور ما يجري، وتساعد على فهم العمليه بشكل اكبر والعثور على العيوب. خرائط التدفق او المسار اللي هي البروسيس فلو دايجرام او البروسيس فلو شارت، هي عبارة عن مخطط يصف تدفق العملية والخطوات والإجراءات التي يمر بها المنتج أو تمر بها الخدمة. يبقى شكلها زي قدام حضراتكم هنا، بتبقى البداية اللي هي الستارت والنهاية بتاعت العملية اللي هي الاند، وبترسم دايما أقول لحضراتكم ارسموا البروسيس فلو شارت أو البروسيس فلو دايجرام، وتشوفوا العملية بدايتها إيه ونهايتها إيه عشان تعرف عمليتك أو البروسيس اللي عندك شغالة إزاي. هنا بتبقى البداية، مثلا أنا أديت مثال أهو، طلب من العميل، دراسة الطلب، الخامات متوفرة. طب لو الخامات متوفرة بنوفر الخامات وببلغ التخطيط في الإنتاج بوصول الخامات، بعد كده بيدخل الطلب في خطة الإنتاج وبصنع وبشوف المنتج سليم وبوصل المنتج للعميل، وبعد كده يبقى نهاية البروسيس بتاعتي. وتستخدم هذه الخرائط لوصف العمليات الحالية وتتابعها، وهذا ما يسمح بتوضيح العمليات الرئيسية المطلوبة واقتراح التعديلات والتحسينات في العملية الإنتاجية والخدماتية. آخر حاجة عندي اللي هي قوائم الاختبار أو الشيك شيت، هي تقنية تستعمل لجمع وتصنيف وتسجيل البيانات الكمية أو النوعية في مجموعات ذات خصائص متشابهة لكل مجموعة بطريقة منظمة.
من خلال جمع بيانات وتنظيمها يمكن للفريق القائم على تحسين العملية وتحليل هذه البيانات بسهولة ويسر، مما يساعد في تحديد المشاكل في العملية وإجراء التحسينات المناسبة عليه. وهو ده يعتبر شكل الشيك شيت. طبعا بيبقى جدول، مثلا انت بتعمل عدد ايام الاسبوع، عدد ايام الشهر، وبتحط العيوب المحتملة عندك او الاكثر حدوثا، وبتكتب مثلا يوم الحد ظهر فيه عيب في المرحلة الاولى، يوم الاثنين ظهر فيه عيب في المرحلة الثانية، وبتعمل التوتال ديفكت زي ما عملناه في السيجما ليفل، بنعمل الشيك شيت زيه بالظبط، وبتشوف هنا العيوب في كل مرحلة العدد الأكبر من العيوب، هي دي العملية أو هي دي المرحلة اللي أنا بركز على حل العيوب أو الديفكتس فيها. يعني مثلا هنا عندي أول مرحلة اللي هي السبلايد بارتس ريزلت، ديت 20، طب اللي بعديها 5، طب هنا مفيش عيوب، بشوف أكبر عيوب هنا حصلت اللي هي في المرحلة الأولى 20، ويبقى هي دي اللي حلها الأول. طب إيه اللي بعد 20 وليكن اسم العملية اللي هو الفور اكس ده 6 عيوب ظهروا، يبقى هي دي البريورتي التانية اللي انا احلها. طيب وهكذا، يبقى هو الشيك شيت بيحدد لك العيوب او الاولويات في حل العيوب اللي عندك، وبيقسمها لك على عدد العيوب حسب بقى السنة او حسب الايام. شوف انت هتعمل الشيك شيت دوت ازاي. في حد كده عنده سؤال قبل ما نخش على الجزء الثاني من منهجية اللين سيكس سيجما وايت بيلت؟ احنا كده خلصنا الجزء بتاع السيكس سيجما، هنخش دلوقتي على الجزء الثاني اللي هو اللين ميثود ميثودولوجي. حد ليه سؤال؟ حد ليه سؤال في السيفن كيو سي تولز او الجزء القديم؟ نكمل. عندي منهجية اللين ميثودولوجي هي المنهجية الخالية من الهدف. معنى اللين ميثودولوجي أو المنهجية الرشيقة أو المنهجية الخالية من الهدف، تركز على سرعة إنجاز العمليات وتقليل كمية الوقت المستهلك بين الخطوات المختلفة من خلال التخلص من كل الخطوات والعمليات والأنشطة التي ليس لها قيمة ولا تضيف شيئا، وبنسميها النون فاليو أديد، القيمة الغير مضافة. يبقى أنا بتخلص من كل ما هو نون فاليو أديد عندي في العملية أو النشاط اللي أنا بقوم به، وبالتالي تقلل من وقت إنجاز مشروع دون التأثير على الجودة. غالبا ما تسمى الرشيق، يعني بنسميها الصناعات الخالية من الهدر أو الأنشطة الخالية من الهدر أو المنهجية الخالية من الهدر أو المنهجية الرشيقة. اللين تطبيقاتها تجعل مؤسستك تعمل بشكل أكثر كفاءة وفاعلية مع تقليل الفواقد أو الهوالك أو النفايات. طيب بنقول هي وسيلة منهجية للتقليل من النفايات. أنا عندي النفايات هقسمها لثلاث أنواع، كل الناس تركز معايا بقى. عندي أول نوع من النفايات بسميه المودة، ده باللغة اليابانية، التي يمكنها أن تسبب مشاكل داخل نظام المؤسسة دون التضحية بالمنتج النهائي، وهنعرف أنواعها دلوقتي. طيب النوع الثاني في الرشيق يأخذ أيضا في عين الاعتبار النفايات الناتجة عن حمل زائد
بسميها الموري. يبقى أول نوع المودة، ثاني نوع الموري، ثالث نوع النفايات الناتجة من تفاوت في أحمال العمل أو اختلال التوازن في توزيع العمل اللي هو المورة، اللي هو المورة. طيب، وهناخد دلوقتي الفرق ما بين التلاتة ونعرف التلات أنواع دول عبارة عن إيه. أول حاجة هندرسها اللي هي types of wastes، اللي هي نماذج الهوادر أو الهوالك أو النفايات. بنقسمها لتلات أنواع رئيسية. يبقى أنا بقسم الهوالك بتوعي أو الفواقد في أي عملية لتلات أنواع، اللي هما التلات أنواع اللي لسه احنا قايلينهم، اللي هما المودة، وهو عدم استغلال الموارد المتاحة بشكل جيد، سواء المواد البشرية أو الماكينات، وهي دي الأكثر حدوثا على مستوى العالم. يعني 99.9% من الهوالك أو الفواقد اللي موجودة عندنا في العمليات، سواء كان العملية سيرفيس أو برودكت، في المودة. طيب، النوع الثاني اللي هو المورا، ده اختلال التوازن في توزيع العمل بين أعضاء الفريق أو الماكينة. طيب، النوع الثالث اللي هو الموري، اللي هو التحميل الزائد للعمل بين أعضاء الفريق أو الماكينة. طيب، المودة بيتم تصنيفها إلى 8 أنواع رئيسية من الفواقد. 1 الترانسبورتيشن، اللي هو الفاقد الناتج من نقل المواد. 2 الانفنتوري، الفاقد الناتج من التخزين. الموشن، الفاقد الناتج عن الحركة. 3-4 الويتنج تايم، الفاقد الناتج عن وقت الانتظار. 5 الاوفر برودكشن، الفاقد الناتج عن الانتاج الزائد. 6 الاوفر بروسيسنج، الفاقد الناتج عن العمليات الزائدة. 7 الديفكتس، الفاقد الناتج عن العيوب. 8 السكيلز، الفاقد الناتج عن عدم استغلال المواهب أو المهارات. هم دول الثمان أنواع رئيسية اللي موجودة في المودة. طبعاً مفيش عندنا مؤسسة أو شركة ما فيهاش حاجة من الثمانية دول. أكيد هتلاقي عندك فواقد من الثمانية في المكان اللي أنت شغال فيه. طبعا المكان الوحيد اللي على مستوى العالم ما فيهوش حاجه من الثمانيه دول هي شركه تويوتا اليابانيه، لان شركه تويوتا اليابانيه هي اللي خلقت نظام اللين وعملت نظام سميته التويوتا برودكشن سيستم، اللي هي تي بي اس، تويوتا برودكشن سيستم. فاشتغلت على الهوادر الثمانيه دول، وعملت عندها انظمه لتقليل الهوادر او منعها نهائيا. فده يعتبر المكان الوحيد اللي على مستوى العالم بيطبق او بيقلل من الفواقد الاساسيه في الموجوده في التصنيع او الخدمات، اللي هي المودة. طيب، بنقول ادي عندي الثمانيه دول، ده يعتبر يعني ايه رسم كاريكاتيري بيبين الثمن هوادر اللي مستخدمة في اللين. أول حاجة الـ Unutilized Skills، عدم استغلال المهارات أو المواهب. الـ Over Production، الإنتاج الزائد. الـ Defects، العيب. Inventory، تخزين. طبعا هنشرح كل واحدة بالتفصيل دلوقتي.
الويتنج تايم، الاوفر بروسيسنج، الموشن وترانسبورتيشن. في البدايه تم تطوير السبع نفايات، كان هم الاول سبع، بواسطه العالم الكبير اللي كان شغال في شركه تويوتا اللي هو اونو، كبير المهندسين في شركه تويوتا، كجزء من نظام انتاج التويوتا برودكشن سيستم اللي انا لسه بتكلم عليه اللي هو نظام تي بي اس. يبقى اللي طور السبعه نفايات اونو في شركه تويوتا وهو يعتبر كبير مهندسين شركه تويوتا. كانت النفايات سبعه، هي النقل والمخزون والحركه والانتظار والافراط في المعالجه والعمليات والافراط في الانتاج والعيوب، وسموها التايم وود. التايم وود خدوا اختصار من كل كلمه، يعني النقل ترانسبورتيشن، المخزون انفنتوري، خدوا الاي انفنتوري والتي التي حرف التي اللي هو الترانسبورتيشن، والام الموشن الحركه، والدبليو اللي هو الويتنج، والاو الاوفر برودكشن، والاوفر بروسيسنج، والديفكت اللي هي العيوب. فسموا الكلمه دي تايم وود. طيب راحوا مضيفين عليها بقى السكيلز، ضايفين عليها السكيلز او الهدر الثامن اللي هي المواهب الغير مستغله، اللي هي الان يوتيلايزد سكيلز او الان يوتيلايزد تالنت. يعني بعض الكتب بيسموها ايه، الان يوتيلايزد سكيلز او الان يوتيلايزد تالنت، اللي هي المهارات الغير مستغله. فسموا السكيلز دي، خدوا اول حرف من السكيلز وسموها تايم وودز، سموها تايم وودز. دلوقتي من قيمه سنه تقريبا دخلوا السيفتي في العمليه، اللي هو الفاقد الناتج عن عدم استخدام السيفتي، فبقت تسعه. يعني دلوقتي زودوا السيفتي من قيمه سنه تقريبا، بقت تايم وودز. نتيجة لذلك يشار إلى النفايات الثمانية عامة بالتايم وودز. طبعا بناخد اختصار كل كلمة. هنشرح كل عملية أو كل نفاية دلوقتي مع بعض. أول حاجة الترانسبورتيشن اللي هي نفايات النقل. نفايات النقل تضيف الحركة غير الضرورية للمواد أو الأشخاص ضمن العملية وقتا غير ضروري إلى التدفق، مما يزيد في خطر الضياع أو الوضع في مكان خاطئ أثناء النقل، ويمكن أن يتسبب في تأخير الإنتاج والتعامل مع الضرر، ووقت النقل لا يساهم طبعا في إنتاج. أنا لما أنقل بروسيس او انقل عمليه او انقل حاجه من مكان لمكان، ده ما بيخشش في ما ايه في خطه الانتاج، او ما بيخشش عندي في وقت الانتاج، فبيعتبر دوت وقت ضايع عندي، حاول اقلله. ويؤثر النقل الطويل على الاتصال مما يؤدي الى حدوث تاخيرات، هو ده اللي انا بقول عليه، ويمكن ان يؤثر ذلك على جوده المنتج. كيف تقلل نفايات النقل؟ تحدي الوضع الحالي، يعني انا مثلا لو عندي بنقل بروسيس من مكان للتاني، لو بياخد ربع ساعه احاول بقدر الامكان اخلي الربع ساعه ديت خمس دقائق، يبقى انا عملت ريديوسنج للترانسبورتيشن بتاعتي، وتقليل نقل المواد من وظيفه الى اخرى. نفايات المخزون inventory يتطلب مخزون التعبئة والتغليف أو البضائع الجاهزة
اللي هي الفينش جودز مساحة تخزين إضافية. أنا لما بحط منتج بخزنه كتير ده بياخد مساحة عندي من المكان، فده يعتبر حاجة مهدرة. طبعا أنا لازم يعني البضائع الجاهزة دي أتخلص منها أول بأول، أشحنها، أبيعها على طول، ما خزنهاش عندي في المكان عشان أحط مكانها منتج جديد وأفضي مساحة أول بأول. فدي تعتبر من النفايات ولا تتم معالجة المواد الخام. طيب تخزين العمل قيد التنفيذ اللي هو الورك ان بروسيس لتقليل الوقت لإكمال الطلبات الجديدة. لسه أنا بقول الكلام ده، أنا عايز طلب جديد، طبعا عندي لازم مكان مساحة في المخزن، فلازم أفضي المخزن بتاعي أول بأول، أبيع أول بأول، أعمل على قد اللي أنا بعمل له أوردر من العميل، وبحط المنتج الجديد أو الطلب الجديد مكان القديم، ويبقى كده السايكل عندي ماشي. والفينش دي جودز في انتظار التغليف، والمنتج المعيب في انتظار إعادة العمل. طيب الجانب المظلم للمخزون، غالبا ما يتم إخفاء أحد أعراض المشكلات في العملية وراء ارتفاع مستويات المخزون. يعني أنا لو عندي أعداد كتيرة من المخزون بيحصل فيها عيوب، أنا مش شايف العيوب دي، مش هقدر أشوفها من كتر المخزون اللي عندي. فلما بتخلص أنا من المخزون أول بأول بقدر أشوف العيوب في المخزون وتخلص من هذه العيوب. زيادة التكاليف التشغيلية بما في ذلك النقل والتخزين وخطر التقادم، ويزيد من مهلة الإنتاج. كيف تقلل نفايات المخزون؟ نحدد مستويات المخزون الضرورية ونقلل من حجم تقليل أحجام الدفعات في الإنتاج والحد من العمل قيد التقدم. ده بالنسبة لنفايات المخزون. ندخل على نفايات الحركة اللي هي الموشن، الدوران والرفع والمشي المفرط، جميع الحركات غير الضرورية التي تزيد من وقت العملية. يعني أنا مثلا عندي واحد شغال في الشركة أو في المؤسسة عمال يتنقل من مكتب لمكتب 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 لمكان لمكان، تيجي تشوف في آخر اليوم عمل إيه أو إيه الفاليو أديد بتاعه، تيجي تلاقي اللي هو ما عملش أي حاجة، وإن الحركة بتاعته دي غير ضرورية، تعتبر نون فاليو أديد. فأنا استفدت بيه إيه كمكان؟ يعتبر توادر أو نفايات عندي بسبب الحركة للأشخاص أو الآلات داخل العملية اللي هي تعتبر نون فاليو أد. طيب كيف تقلل نفايات الحركة؟ التحقق، نسأل هل تحتوي دورات العمل اليدوي والآلة على عناصر حركة غير ضرورية؟ أنا بشوف إذا كان الأشخاص أو الآلات حركتها دي ضرورية ولا، بسأل نفسي وبسأل الناس، ولو غير ضرورية بحاول أقلل من الموشن ده. طيب سؤال تاني، هل تم تحسين الأدوات والمعدات والأجزاء الموجودة حول محطات العمل عشان أقلل الحركة الغير ضرورية؟ سؤال تالت، هل التصميم محسن لمتطلبات العملاء المتنوعة؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا الموشن، هنخش على نفايات الانتظار اللي هو الويتنج. يؤدي فشل عملية المنبع إلى إنشاء وقت خمول في الخطوة الحالية، مما يتسبب في حدوث مشكلات في عمليات المصب والأشخاص أو الآلات في انتظار الانتهاء من دورة العمل. طب كيف تقلل من نفايات الانتظار؟ بسأل هل الجهاز بحاجة للمراقبة؟ هل توجد فحوصات مضمنة لمنع الجهاز من إنتاج منتجات معيبة؟ الجهاز اللي أنا شغال بيه؟ طيب هل خطة الإنتاج متوازنة بحيث يكون لدى الأشخاص والآلات حد أدنى من الوقت الضايع؟
هل يمكن ملء وقت الخمول بطرق أخرى زي فحوصات الجودة والتنظيف ومناولة المواد؟ كل دوت بسأله عشان أقلل من نفايات الويتنج تايم بتاعي. طيب هناخد النوع الخامس اللي هو الإفراط في العمليات، أو النوع السادس النفايات في الإفراط في العمليات أو المعالجة اللي هو الأوفر بروسيسنج. تحتوي العملية أو العملية الغير مطلوبة لطلبية طلب العميل أيضا على ميزات إضافية لا يطلبها العميل، مش يبقى العميل طالب مني حاجة معينة أنا جاي أعمل له 10 حاجات، يبقى ده أنا بسميه إيه؟ أوفر بروسيسنج. وتحدث العملية أو المعالجة الزائدة غالبا عندما يصعب تحديد المعايير زي التلميع والطلاء أو أي عملية أنا مش عارف أحددها. طبعا أنا باخد العميل ريفرنس، بشوف العميل عايز إيه في الكونتراكت أو المواصفة اللي بتتقدم لي وبعملها، ما زودش عشان ما يبقاش عندي نفايات في عملية وتبقى أوفر بروسيسنج موجود عندي. طب أقللها إزاي؟ يتبع التصميم أو والإنتاج فهما واضحا لتوقعات العميل والترجمة الصحيحة للمواصفة، يبقى أنا أشتغل على المواصفة اللي هي متقدمة من العميل أو الكونتراكت أو العقد بتاعه اللي موجود، ما زودش ولا نقص، يعني أشتغل على إيه اللي متحدد لي وبس. الإنتاج المفرط، نفايات الإنتاج المفرط اللي هو الأوفر برودكشن، البضائع الجاهزة قبل أن يحتاجها العميل تشغل الموارد وتعتبر من أسوأ الخسائر، فالإنتاج في وقت أسرع أو بكميات أكبر من طلب العميل. وينتهي الأمر بالعناصر المفرطة زي الإنتاج كمخزون أو الخردة، وبالتالي تخلق نفايات أخرى. يستغرق الإنتاج الزائد وقتا بعيدا عن الأنشطة ذات القيمة المضافة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو عندي في ورشة مثلا، أنا بدي مثال بسيط وطبعا كل واحد من حضراتكم هيعرف قصدي إيه. أنا هدي مثال مثلا على الإنتاج، واحد ماسك شاكوش عمال يضرب بيه من الصبح لغاية آخر النهار، فده يعتبر إنتاج أوفر برودكشن. أنت بتعمل إيه؟ أنجزت إيه؟ مثلا واحد عمال يزق في عربية رايح جاي، هو شغال قدامك شغال بس رايح جاي، طب أنت إيه اللي استفدناه منك في الانتاج لما بتزق العربيه ديت وتجيبها كده وبتجيبها كده من اول الورشه لغايه اخر الورشه؟ فده يعتبر اوفر برودكشن. طب ازاي بنقلله؟ فهم واضح لطلب العميل، افهم العميل عايز مني ايه والانتاج عايز مني ايه واشتغل عليه فقط، يعني اشتغل على طلب العميل وطلب الانتاج فقط وعند الحاجه. نفايات العيوب اللي هو النفاية السبعة الديفكتس، تم إنشاء عادة العمل بسبب العبوة التالفة أو رمز التاريخ السيء أو الأفضل قبل ذلك في الفينيش جود. أي حاجة عندي فيها عيوب أو ديفكتس بتظهر، أو التاريخ مش مكتوب كويس، أو العبوة أصلاً اللي أنا حاطط فيها المنتج تالفة، وطبعا ده بيأثر على المنتج مما أدى إلى خسارة المبيعات والتكاليف المخفية وإنتاج منتج غير مطابق للمواصفة. طبعا ده هيأثر عليه. أسباب العيوب طبعا الأساليب والمواد والآلات والقوى العاملة والبيئة، والتي تسمى السكس ميثود. كيف نقلل العيوب؟ تحسين قدرة العملية من خلال تحليل الأسباب الجذرية للعيوب. بعمل root cause analysis للعيب واشوف السبب الجذري بتاعه عشان احله من جذوره، ما اجيش على السبب اللي على الوش واحله، لا لازم اخد المشكلة من جذورها واعمل عملية root cause analysis واحل العيب. اخر حاجة عندي في النفايات اللي هي الان يوتيلايزد سكيلز، اللي هي نفايات المهارات غير مستغله،
ان المواهب التي لا يتم استخدامها بشكل صحيح تؤدي الى انخفاض معنويات الموظفين ودفعهم وابداعهم. انا عندي موظف عنده مهارات في العمل، فانا استغل مهارات الموظف دوت واحط في المكان المناسب، ما اجيش احطه في مكان غير مناسب ما اخدش منه اللي انا عايزه، فدي تعتبر هدر او نفايه في المهارات الغير مستغل. كيف نقلل نفايات المهارات الغير مستغلة؟ يجب رفع المعنويات لهذه المهارات وتشجيعهم والثقة بهم وإعطائهم الفرص الكافية للاستفادة من مهاراتهم في العمل. طيب ركز بقى مع بعض، احنا كده خدنا الهوادر الثمانية وهنقولهم كده تاني في عجالة. اول هدر عندي يعتبر الترانسبورتيشن، الانفنتوري، الويتنج، الديفكت، الاوفر بروسيسنج، الاوفر برودكشن، الانيوتيلايزد سكيلز. الهوادر الثمانية دول انا بحاول اقللهم بقدر الامكان بحيث ان انا اوصل للهدف المحقق من منهجية اللين. يبقى هو ايه الهدف بتاعي في اللين او التارجت في اللين؟ اللي انا اقلل الهوادر الثمانية اللي هو الويتنج والاوفر برودكشن والانفنتوري والنون يوتيلايزد تالنت او الان يوتيلايزد سكيلز والديفكتس ترانسبورتيشن والاوفر برودكشن والاوفر بروسيسنج والموشن. يبقى انا بقلل، بعمل ريديوس للهوادر الثمانية في اللين. يبقى هو ده الهدف الاساسي من اللين، اللي انا بقلل من الثمان هوادر دول. طبعا الثمانية دول من سنة بقوا تسعة، حطوا هنا السيفتي معاهم، حطوا السيفتي. يعني هو الاول اول اونو اللي هو كبير مهندسين التيوتا برودكشن سيستم، اول لما اشتغل على المودة اللي هم الثمان هوادر كانوا سبعة ما كانوش ثمانية، وبعد كده راح مزود الايه الان يوتيلايزد سكيلز او النون يوتيلايزد تالنت. بعض الكتب بتقول عليها نون يوتيلايزد تالنت او ان يوتيلايزد سكيلز. ومن سنه تقريبا تيوتا برودكشن سيستم راحت مدخله ايه السيفتي اللي هو الفاقد الناتج عن عدم استغلال الامن او السلامه والصحه المهنيه. طيب عشان احقق الهدف في اللين بقلل الهوادر. طب اقلل الهوادر ازاي الثمانيه؟ عن طريق ادوات في اللين، عن طريق ادوات في اللين. تقريبا 8 ادوات بيبقوا 8 تقريبا في اليلو، بيدرسوا في اليلو 8 وفي الجرين بيبقوا 10 او 11 تقريبا. طيب ايه هي ادوات اللين دي؟ هناخدها مع بعض دلوقتي. اول اداه عندنا في منهجيه اللين مخطط تدفق القيمه اللي هو الفاليو ستريم مابنج، الفي اس ام. تاني اداه اللي هو كنبان او نظام السحب، البول سيستم او كنبان. تالت أداة الإنتاج في الوقت المناسب، الجاست ان تايم، جي اي تي. طبعا الحاجات دي باستفاضة بتتاخد بقى بالتفصيل في الحزام الأصفر ويليه الحزام الأبيض. أربعة الصيانة الإنتاجية الشاملة، التوتال برودكتيف مينتنس. الصيانة الإنتاجية الشاملة، التوتال برودكتيف مينتنس، اللي هي اختصار التي بي ام. خمسة التحسين المستمر اللي هو الكونتينيوس امبروفمنت اللي هي الكايزن. ستة تنظيم موقع العمل اللي هي الفايف اس ورك بليس اورجنايزنج اللي انا بسميها الفايف اس.
7 مبدأ بوكايوكي، 8 تغيير القالب في دقيقة اللي هي السنجل مينتس اكسشينج اوف داي اللي هي سميد، السنجل مينت اكسشينج اوف داي اللي هي سميد. هم دول الثمان ادوات اللي انا بستخدمهم لتقليل هوادر المودع، التمانية. يبقى عشان اقلل الثمان هوادر بستخدم الثمان ادوات دول. طبعا كل اداة من دول محتاجة محاضرة، كل اداة من دول محتاجة محاضرة لوحديها او نص محاضرة على الاقل. فطبعا دوت الادوات دي بتتشرح طبعا بالتفصيل، والتكنيك بتاعها بيتشرح بالتفصيل في كورس اليلو. طيب يبقى احنا كده خلصنا المنهجية بتاعة اللين سكس سيجما وايت بيلت. الهدف بعد دراسة الوايت بيلت المعادلة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي، ان اللين، الناس اللي عايزة تكتب معايا او تترجم، ان اللين بيعمل كرييت فاليو فور كاستومرز باي مينيمايزنج ويست، بخلق قيمة لتقليل الهدر للعملاء، يعني خلق القيمة للعميل بواسطة تقليل الهدر، كرييت فاليو فور كاستومرز باي مينيمايزنج ويست بلس. ده بالنسبة لللين. يبقى أنا بقلل في اللين الهوادر، طبعا الهوادر اللي هي المودة، الهوادر الثمانية اللي احنا لسه قايلينهم. طيب بالنسبة بتاع للجزء بتاع السكس سيجما بعمل ايه في الجزء بتاع السكس سيجما؟ reduce defects by effectively solving problems، بقلل العيوب بواسطة حل المشكلات على نحو فعال. يبقى تقليل العيوب بواسطة حل المشكلات على نحو فعال equal اللين سيكس سيجما. طلعت لي المعادلة في الآخر بالنسبة لللين سيكس سيجما. طب اللين اكسريليت السيكس سيجما، بيسرع عملية السيكس سيجما ازاي؟ بواسطة السولفينج بروبلمز، حل المشكلات، اند امبروفينج بروسيس از فاستر اند مور افيشنت، يعني بحل المشكلات وبحسن تحسين العملية بيكون أسرع وكفاءة زيادة. يبقى ده الهدف عندي من منهجية اللين سيكس سيجما. كده حضراتكم من بعد دراسة الجزء دوت أو الوايت بيلت كده تأهلتوا للحزام الأبيض، عرفتوا يعني إيه لين سيكس سيجما. اي حد هيسالكم دلوقتي يعني ايه لين سيكس سيجما، هتعرفوا ان اللين جزء والسيكس سيجما جزء، والهدف من اللين سيكس سيجما في النهايه ايه. طبعا المهندس احمد حسام هيشير لكم النهارده امتحان بسيط، امتحان بسيط عباره عن 15 سؤال، والله ما ياخدوا اكتر من ربع ساعه. حل ال 15 سؤال دول اختياري، هيتشير النهارده ال 15 سؤال، طبعا هما باللغه العربيه عشان كل الناس بكل الثقافات اللي معانا تقدر تحل. اخر ميعاد لحل الامتحان ان شاء الله هيبقى يوم الاحد، يوم الاحد بالليل، مع التاسك اللي انا طلبته اللي هو في حساب السيجما ليفل. وكل الناس قبل يوم الاحد هتبعت لي الحل بتاع الامتحان مع التاسك، اكيد انتوا حليتوا برضو، يعني في ناس انا عرفت ان هي حلت التاسك، بناء عليه ان شاء الله هتطلع لكم الشهاده بتاعه اللين سيكس سيجما وايت بيلت. وارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا معانا في جزء اللين سيكس سيجما وايت بيلت، وتكون في معلومات قدرتوا تفهموها او يعني تفهموها في الكورس البسيط ده. ده يعتبر يعني تمهيد
للأحزمة الأخرى اللي هي اليلو والجرين، يعتبر قرص مبسط لعملية اللين سيكسينج. طبعا اللي عايز بقى يسألني سؤال في المحاضرتين اللي فاتوا والمحاضرة النهاردة ابتدي يسأل. أنا كده خلصت يعتبر المنهج يعني. فضل باشمهندس أحمد حسام معايا. معك باشمهندس أستاذ محمد ضياء، تفضل. السلام عليكم باشمهندس. سلامة الله وبركاته، ازيك يا هندسة؟ كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بالصحة والسلامة، وشكرا جدا على المعلومات اللي حضرتك ضفتها لنا دي، حاجة كويسة جدا. أنا كان ليا استفسار الأولاني، الاستفسار الأولاني في الكنترول شارت. الكنترول شارت حضرتك عملت خط المركز عند رقم 6 وقلنا في حد أدنى وحد أقصى، طب هو مش المفروض خط المركز ده اللي هو يبقى الزيرو ولا الستة دي ترمز لإيه؟ يعني أنا النهاردة لما أجي حاجة في الرسمة بتاعت في قيمة المتغير هرجع لها حالا، مفيش حاجة اسمها ستة. فين دي حضرتك قصدك إيه؟ خط المركز هو اللي بيرمز للرمز ستة، يعني داخل عند الرمز ستة بالظبط، وده خط الوسط. انت مش عندك هنا 12 اهو، قيمة المتغير 12 تقريبا، قيمة المتغير 12 هو المركز اللي هو نصف النص. طيب خط المركز الأدنى هيبقى أقل من صفر ازاي؟ يعني لو أنا عندي مشكلة، أنا بتكلم لو عندي مشكلة دي مش أقل من الصفر، لا دي فوق الصفر بس أنت مش شايفها، ده الصفر تحت اهو. فوق الصفر ده ساعات بيبقى بالماينس، مع حد الادنى عندي بيبقى بالماينس. ازاي يبقى بالماينس هنا؟ يعني ازاي هنا هقول لحضرتك لما ان شاء الله باذن الله، يعني لو درست اليلو بيلت تمام، بناخد حاجه اسمها برنامج المينيتاب. برنامج المينيتاب دوت يعتبر احدث برنامج احصائي على مستوى العالم في البرامج الاحصائيه، اللي هو يعتبر معترف به دوليا من هيئات الجوده العالميه زي الانترناشونال كواليتي فيدريشن والامريكان سوسايتي فور كواليتي. انت بتدخل الايه الريزلت اللي عندك. عندك تمام. مثلا وليكن 100 نتيجه. 100 نتيجه. النتائج ديت مش فيها بالبلس وفيها بالماينس؟ مظبوط. صح ولا غلط؟ وممكن تبقى النتائج كلها ماينس وممكن تبقى النتائج كلها بلس، على حسب التولرنس اللي موجوده في الكونتراكت او السبيسيفيكيشن. طب النتائج اللي هي موجوده دي اكيد هتلاقي نتائج بالبوزيتيف ونتائج بالنيجاتيف، فطبعا انت لما بتيجي تدخل النتائج ديت في برنامج المينيتاب، برنامج المينيتاب بيحدد لك الابر كنترول ليميت. لو عايز تكتب معايا الابر كنترول ليميت اللي هو الحد الاقصى، الاقصى بسميه في الكنترول شارت الابر كنترول ليميت اللي هو الحد الاقصى للمراقبه. تمام. للنتائج دي. طيب والحد الادنى للمراقبه اللي هو اللور كنترول ليميت. تمام. اللور كنترول ليميت اللي انا برمز لها برمز مختصر اليو سي ال، الحد الاقصى يو سي ال ابر كنترول ليميت، والحد الادنى ال سي ال اللور كنترول ليميت. بيحدد لك المينيتاب الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت اوتوماتيك. انت تحط نتائج في البرنامج بيظهر لك الخريطه اللي حضرتك شايفها دي. تمام حضرتك. فطبعا الحد الادنى ممكن يبقى بالنيجاتيف وممكن يبقى تحت الصفر، ما هو طالما تحت الصفر يبقى بالماينس. صح مظبوط كده. تمام. وممكن يبقى فوق الايه الصفر زي الحاله اللي موجوده عندنا. تمام. ارجو ان انت تكون حضرتك فهمت النقطه دي. تمام. ليا سؤال تاني برضو بعد اذن حضرتك في التولز لين اوف ميثودولوجي. حضرتك كاتب 8 تمام، هم اكتر من كده مظبوط ولا هم الثمانيه دول بس؟ دول هم كانوا 7. تمام. هم كانوا تشايني اونو ده يعتبر مدير معمل شركه تويوتا
اليابانيه. الراجل دوت سنه 51، سنه 51 بالظبط اول لما تويوتا برودكشن تويوتا، شركه تويوتا وقفت على رجلها وعملت نظام اللين، طبعا معروف بالنسبه لكم ان اللين ميثودولوجي هي اللي اخترعتها اليابان. تمام. يعني اليابان في شركه تويوتا عملت لنفسها نظام اسمه تويوتا برودكشن سيستم، وده اللي العالم كله لغايه دلوقتي شغال عليه. جه الراجل دوت اللي هو كبير مهندسين شركه تويوتا اللي هو اونو ده، راح مخلي الهوادر بتاعه اللين اللي هي الموده 7، وسماها تايم وود، وسماها ايه؟ تايم وود، اختصار لكل حرف من السبعه. تمام. اللي هو الديفكت والانفنتوري والاوفر برودكشن والترانسبورتيشن والموشن والاوفر اللي هو قدام حضرتك. قدام حضرتك. تمام. جم سنه حوالي 67 او في اول السبعينات تقريبا، الراجل ده برضو عمل تطوير للهوادر، لقى في هدر عنده تامن اللي هو الان يوتيلايزد سكيلز، عدم استغلال المواهب، فراحوا مغيرين العدد بدل 7 خلوه ايه؟ بقوا 8. بقوا 8، عشان كده الهوادر بقوا 8، وراحوا مضمين على 7 اللي هم كانوا سميهم التايم وود، بقوا تايم وودز حرف الاس اللي هو السكيلز اللي هو الانيوتلايزد سكيلز. جم من قيمة سنة تقريبا او من قيمة سنتين، راحوا لقوا ان في شركات على مستوى العالم بتطبق الثمانية بس وما بتستخدمش السيفتي، والسيفتي فيه فواقد، يعني عدم استخدام السيفتي عندك في الشركة او المنظمة او المكان، سواء المكان ده صناعي او خدمي، لازم يكون في سيفتي. والله انت لو قاعد في مكتب ومفيش طفايه حريق يبقى انت ما بتستخدمش السيفتي. فقال لك اللي الناس دي ما بتستخدمش السيفتي يبقى ده ايه؟ فاقد من ضمن الفواقد بتاعه اللين ميثودولوجي. فبقوا 9 دلوقتي. تمام حضرتك. فبقوا 9 وراحوا مسمينهم تايم وودز، حطوا بعد الانيوتلايزد سكيلت الاس الثانيه اللي هي خاصه بالسيفتي. تمام حضرتك. عرفت التطور للويستس جاي ازاي؟ الاول بداوا ب7، بعد كده بعديها ب15 سنه بقوا 8، من سنتين تقريبا بقوا 9، وقفوا على 9 دلوقتي، يعني ما فيش حاجه زادت على 9 دلوقتي. تمام يا دكتور. طيب. تمام. شكرا جزيلا. العفو. ارجو ان انت تكون استفدت من الكورس بتاعك. طبعا طبعا يا دكتور استفدت. وعايز استفسر ان لو انا عايز يعني ادخل على الحزام اللي بعده، المفروض نعمل ايه بعد كده ان شاء الله؟ ربنا يسهل الحال ان شاء الله. هنتواصل في الايام القادمه يعني شويه كده مع شركه بيم عربيه، وان شاء الله ربنا يسهل الحال باذن الله يا دكتور. شكرا جزيلا. وتابعني بقى على صفحتي في اللينكد ان والفيسبوك، وان شاء الله تعرف الجديد والدورات القادمه يعني. باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. اتفضل يا فندم. وانت طيب. وانت طيب الله يخليك. سؤال اخر. استاذ اسماء اتفضلي. تمام. شكرا جدا يا باشمهندس على الكورس عموما، هي حاجه ما شاء الله مفيده جدا جدا. انا عندي سؤال بس صغير. اتفضلي. انا صوتي مكتوب. تمام. طيب بالنسبه للباريتو اللي احنا قلنا فيه الفايتال فيو والتريفيال ميني، دول النوعين اللي أيوة. المشاكل قسم لنوعين اللي هم دول الفايتال فيو وده اللي هو اتفضلي. الفايتال فيو ده اللي هو 80% والتريفيال ميني ده لا هقول لحضرتك. شايفه الخريطه اللي قدام حضرتك دي؟ دي بتترسم على، ممكن نرسمها على المينيتاب وممكن نعملها على الاكسل. انا عاملها هنا على الاكسل، بتشوف العيوب اللي بتظهر عندك في البروسيس، وبتعملي كده في الاكسل لحاجه اسمها الهيستوجرام، بيرسم لك المنحنى ده، وبتيجي عند ال 80%، شايفه ال 80% اللي هي على الشمال على اليمين قدامك، وتعملي الخط ده اللي بيقطع المنحنى. المنطقه اللي هي على اليمين اللي انا واقف عليها بالماوس دي انا بسميها التريفيال ميني، مش هي ال 20 وال 80 زي ما حضرتك بتقولي، دي اريا او منطقه في الخريطه. المنطقه اللي في الخريطه دي اللي هي الجزء اللي على اليمين،
اللي هو الجزء من اول العيب، من اول ما بين العيب السادس لغايه العيب العاشر، شايفاهم؟ من نص العيب السادس لغايه العيب العاشر، المنطقه دي هي دي التريفيال ميني، هي دي التريفيال ميني. طب الفايتال فيو اللي انا بركز عليها او القله الحيويه اللي هي تعتبر 20% من الاسباب هتحقق لي 80% من النتائج، اللي هي المنطقه دي اللي هي من العيب الاول لبعد العيب السادس بشويه، اللي هي المنطقه اللي انا واقف عليها بالماوس دي، هي دي اللي انا هركز عليها الاول، او هي دي المشاكل المهمه او العيوب المهمه، عشان كده الاعمده بتاعتها اكثر طولا. شايفه الاعمده بتاعتها اكثر طولا، فهي دي. يبقى العيب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس هم دول ايه؟ الفايتال فيو، العيوب دي اللي انا هركز فيه حلها الاول، وبعد ما اخلصها اخش على من بعد العيب السابع لغايه العاشر، اللي هم بالنسبه لي الاقل حدوثا او التريفيال ميني او الكسره، بيسموها الكسره التافهه. تمام، يعني لو انا حليت ال 20%، لو حليت ال 20% او لا، لو انت حليتي ال 20% هتحصلي، ايوه هتحصلي على ال 80% من الريزلتس اللي هي تعتبر الفايتال فيو، اللي هي المنطقه دي من العيب الاول للعيب السادس، بنسميها ايه؟ دي الفايتال فيو اللي هم ال 20% من الاسباب بيحققوا 80% من ايه؟ من مشاكل، هي الفايتال فيو. طب التريفيال ميني اللي هي المنطقه الثانيه بقى، او البريورتي الثانيه، او الاقل حدوث، او اللي عيوبها تعتبر تافهه ما ببصش عليها الاول، احل العيوب الكبيره اللي هي الفايتال فيو القله الحيويه، وبعد كده ابص على التريفيال ميني اللي هي المنطقه الثانيه. يبقى هو باريتو بيقسم العيوب او المشاكل او اي حاجه الى نوعين، فايتال فيو الاكثر حيويه، والتريفيال ميني الكسره التافهه. اللي انا بعد ما حل مشاكل او عيوب الفايتال فيو ابص على التريفيال ميني. ارجو لحضرتك تكوني فهمت النقطه دي. لا جدا، شكرا جدا لحضرتك. العفو. سؤال اخر. استاذه هدى اتفضلي. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كالعاده طبعا ربنا بيقولك كلمه، يعني شكرا لحضرتك جدا، واحنا بجد استمتعنا بالكورس، يعني ربنا يبارك لحضرتك. الله يخليك، تسلمي. تعبت معانا يعني. الله يخليك. ثلاث محاضرات. الله يخليك. اول حاجه يعني تاني حاجه حضرتك، طبعا احنا منتظرين الجزء اللي اتكلم فيه الباشمهندس اللي سبقني على حته ان المحاضرات الجايه اللي بتاهلنا للبيلتس اللي بعد كده، سواء اليلو او الجرين او البلاك، وطبعا احنا انترستد اكتر بالبلاك حضرتك ان شاء الله. انا بس قريت شويه كده لقيت ان في كمان استحدث اللي هو البلو بيلت اللي هو بتاع التشامبيون ده. لا مفيش حاجه اسمها بلو، مفيش حاجه اسمها ده. ايه ده مكتوب في المواقع؟ الحاجات دي اتلغت من زمان. هو دلوقتي الوايت واليلو، مفيش حاجه اسمها بلو. هو اخر حاجه الماستر يعني. اخر حاجه الماستر. الماستر دوت بتقدمي 10 ابحاث للهيئه المانحه بعد البلاك بيلت على مدار سنتين، تحصلي على الماستر. كنت لسه هسأل حضرتك على كده، لو حضرتك يعني بعد ما ناخد الشهاده هل في امكانيه ان حضرتك تساعدنا في حته لو في بروجكت او كده ننضم للفريق بتاع حضرتك؟ يبقى تمام قوي يعني، يبقى كتر خيرك. احنا طمعانين اكتر يعني نستفاد بخبره حضرتك اللي هو التيم، يعني ممكن نبقى مثلا من نبقى مثلا جرين بيلت، على ان في احنا يعني بيبقى لنا خبرات برضو، وانا طبعا ماسكه اداره، فممكن يعني الحته دي ابقى مثلا اسيستنس لحضرتك في اي فريق، يبقى حاجه كتر خيرك يعني لو تدينا الفرص دي يعني، بحيث ان احنا نمارس إن الموضوع يعني. ربنا يبارك في حضرتك، وطبعا احنا منتظرين طبعا المواعيد بتاعت الكورسات الجايه علشان نستفاد اكتر من حضرتك. متشكره جدا جدا يا باشمهندس، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا دكتور، طيبه. صح، السلامه. مع السلامه.
سؤال آخر؟ أستاذ فتحي تفضل. تفضل أستاذ فتحي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا باشمهندس، أولا شكرا، ألف شكر على المجهود الرائع دوت. وأنا بسأل حضرتك، الله أنا يخليك. بشتغل في مجال مقارب لمجال حضرتك. حضرتك شغال في الويلدينج أو في البايبنج أو في الميكانيكال، أنا برضو شغلي فرع من فروع الميكانيكال اللي هو الانسوليشن، انسوليشن العزل. ايوه هندسه. بتعزل ايه؟ بتعزل حديد يعني، صناعات حديديه او بتعزل يعني؟ ايوه اي هيت انسوليشن او كولد انسوليشن، يعني بنعزل مواسير البترول، بنعزل تنكات الخزانات، الاكستشن الهيت اكستشنجر، المعدات. تمام. انا بعتبر نفسي او مجالي مجال كونستراكشن، مجال كونستراكشن. و بتساءل دائما، هل انا ككونستراكشن رغم مثلا ان العينات اللي عندي مش كتيره قوي، مش زي مجال الادويه مثلا اللي هم العينات عندهم او البرودكت بتاعتهم بتبقى الاف بل مئات الالاف، انا ككونستراكشن ممكن ما يكونش اتخصص اكتر في الاستاتيستيكال واكون مركز على عمليات اللين؟ يعني اللي يفيدني اكثر ان انا اركز على عمليات اللين واستخدم عمليات والله اللين. والسكس سيجما هتفيدك برضه، هقول لك ليه. هقول لك ليه. انت طبعا عارف ان المجال بتاعنا بيبقى فيه درجه جوده مطلوبه من العميل مختلفه. يعني انت مثلا لما بتيجي تعزل، بتعزل كام طبقه، بتحط اللاينر بتاعك، بعد ما بتحط اللاينر بتاعك بيجي العميل يستلم منك عزم، صح؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ عزم اللاينر دوت. انا بكلمك بقى على المجال اللي انا فاهمه يعني. فانت طبعا بتشوف المواصفه المطلوبه عندك في المشروع او البروسيس اللي انت بتقوم بيها. طيب لو المواصفه ديت عندك عاليه، بتبقى مثلا بلس اور ماينس، فلما بتيجي تحقق الامكانيه ديت ما بتقدرش تحققها باللين بس، انت لازم تطبق السكس سيجما ولازم تطبق الادوات الاحصائيه عشان تقلل العيوب، زي باريتو، زي الفيش بون دايجرام والحاجات دي في السكس سيجما، صح؟ زي قوائم التحقق، خدت بالك؟ فالسكس سيجما برضه مهمه بالنسبه لمجال الكونستراكشن. ليه؟ لان هي بتعمل ريديوسنج للديفكت الموجوده عندك، صح ولا غلط؟ طب لما بقلل انا العيوب اللي عندي، يبقى انا حققت الايه؟ المواصفه المطلوبه في العقد او التولرانس المطلوبه في اللوحه اللي انا شغال بيها. يبقى انت برضو لازم تشتغل بالسكس سيجما ده. لو في ايه؟ لو درجه الجوده اللي موجوده عندك المطلوبه من خلال الكاستمر او الكلاينت اللي انت بتسلمه عالية. طب افرض ان العميل مش طالب درجة جودة عالية، انت بتشتغل برضو على الموضوع دوت وبتقلل في اللين زي انت ما قلت. ليه بقى بقلل في اللين؟ عشان انت تستفاد، بتقلل من الهدر عشان انت تستفاد والمؤسسة او الشركة بتاعتك تستفاد. يعني في كلتا الحالتين هتطبق السيك سيجما، لو المواصفة عالية لتقليل العيوب، طب لو المواصفه مش عاليه لازم تطبق اللين عشان انت تستفاد وشركتك تستفاد. تمام كده؟ يعني بستخدم من السكس سيجما، من السيفن تولز، التولز اللي 7 كيو سي تولز طبعا. التولز اللي تفيدك، زي باريتو هيفيدك، زي الكنترول شارت هيفيدك، زي الشيك شيت هتفيدك، زي البروسيس فلو دايجرام هيفيدك، متهيألي السبعه هيفيدوك. فعلا هندسه، فعلا. شكرا، الف شكر، وكل عام وحضرتك بألف خير. الله يخليك، ارجو ان انت تكون استفدت معانا في الكورس ومعلومات يعني انا استمتعت والله، مش استفدت بس. شكرا الف الله شكر. يخليك.
الله يخليك، تسلم وتشكرك لجوابك هندسة، توفيق ليك. سؤال آخر؟ تمام كده يا جماعة، في أي سؤال أو في أي استفسار؟ المهندس أحمد حسام دلوقتي هينوه ليكو على معلومات حاجات مهمة قوي بخصوص الامتحان والتاسك. اتفضل يا باشمهندس أحمد. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا بنشكر الباشمهندس أسامة على المجهود العظيم اللي بذله معانا خلال فترة الكورس. الحقيقة يعني ده كان عالي، ده الكورس رقم 3 وعلى مستوى، يعني احنا دايما في تقدم يا باشمهندس، يعني احنا دايما أعلى، بنزيد دايما يعني مع حضرتك دايما، والمستوى يعني عشان نبقى عارفين الباشمهندس أسامة المستوى يعلو دائما، وهو أساسا من الأعلى، فلازم نبقى واخدين بالنا من النقطه دي كويس جدا. فجزاه الله كل خير يعني على تعبه وعلى مجهوده وعلى مبادرته، واخد الخطوه دي من بدايه من عنده اساسا، فجزاه الله كل خير. بالنسبه للامتحان ان شاء الله انا هبعته لحضراتكم النهارده، انا هبعت الاول لينك الحضور الخاص باليوم، بعدين ان شاء الله هيكون معاكم لحد يوم الاحد الساعه 12 بالليل، هيكون متاح معاكم الفورمين، انا هبعتهم تاني، الفورم بتاع تسليم التاسك والفورم بتاع الامتحان، هيكونوا متاحين اخر ميعاد انك تسلم الاثنين اخر ميعاد يوم الاحد الساعه 12 بالليل، عشان بعدها باذن الله يكون كده الباشمهندس رصد الدرجات، وبعدين هنطلع لحضراتكم الكشف الخاص بالحضور والتاسك ودرجه الامتحان، بحيث يبقى فيها الاسماء كده، ان دي الاسماء ان شاء الله اللي هتطلع في الشهادات، وهنسيبه لحضراتكم يوم بحيث ان كل واحد يراجع الاسم، لو في حد عايز يعدل الاسم ولا حاجه بتواصل معايا بحيث ان احنا نعدل له الاسم اللي موجود، لو في حد عنده اي مشكله او حاجه في اثناء التسليم حصل اي حاجه بيبعت لي على الخاص رساله، وانا باذن الله هفتحها واشوف اللي فيها ونحل المشكله مع بعض باذن الله. وشكرا جزيلا لحضراتكم، وشكرا جزيلا للبشمهندس اسامه على تعبه ومجهوده، وشكرا. الله يخليك هندسه، والف شكر ليك يا باشمهندس احمد. المهندس احمد حسام يعني من المهندسين اللي هي يعني رائعه بصراحه، ومن الاقليه اللي انا اشتغلت معاهم، وصراحة يعني بيعمل مجهود رائع في معانا. جزاك الله كل خير، وربنا يوفقك يا باشمهندس أحمد على مجهودك الرائع معانا ومتابعتك الجيدة للكورس. صراحة ألف شكر ليك بصراحة. تسلم. في حد عنده أسئلة؟ كده مفيش اي اسئله، كده الحمد لله كل حاجه كانت واضحه، والمحاضره النهارده الحمد لله كانت بسيطه وخفيفه، ويعني جزاك الله كل خير يا باشمهندس. الله يخليك يا هندسه، وربنا يوفقكم جميعا، وربنا يوفقكم ان شاء الله في الامتحان، وان شاء الله كلكم تحصلوا على الوايت بيلت، وبالتوفيق ليكم جميعا، واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه. السلام عليكم. شكرا يا دكتور، مع السلامه. الله يخليك، الله يخليك.